السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنين يا ربي، وان شاء الله تكونوا جوزتوا العيد تري بيان. اليوم راح ندير معكم طبق ما نستغناوش عليه تانية في العيد، اللي هو اطعام او كسكس بالمرق الابيض تاع العاصمه. كاين بزاف اللي يديروه. هنا اول حاجه درت دي مورسو تاع اللحم، انت واش حبيتي المورسو اللي حبيتي. شعلت على الفرن بيان سور، وراح ندير هنايا زوج مغارف كبار تاع زيت عادي للمائدة، بما أن المرق يكون أبيض من الأحسن نديرو زيت عادية خير من زيت زيتون. نخليه يتقلى شوية ونكملو المراحل إن شاء الله. هنا كي قليتو شوية راح نديرلو حبة بصل تكون كبيرة رابيتها هكا بهذا الشكل، ونزيد نخليه يتقلى مع البصل. هذه القدرة تاعي شوية صغيرة، معليش نسيني كيفاش نخلط هكا ولا نبدل القدرة واقي هكا، نخليك نخلطها ونعاود نجيبها. من بعد نضيف الملح كمية مليحة باسكو حنا مرق، نزيد فلفل اسود ماشي بزاف منكحلوهاش المرقة سي بون، عود قرفة ورشة تاع القرفة، رشة فقط خفيفة باش قلتلكم المرقة متجيش كحلة، ونعاود نخلط. هذوما التوابل فقط، هذا واش ندير في المرقة البيضة. نضيف كمية الحميصة نشمخ دقائق شمختها حتى، ونزيد نخلي واحد الخمس دقائق يزيد يتقلى. هنا نمرق هكذا، نزيد شوية بيان سور التمرق توجور بالماء السخون هكذا. اللي ما يعرفش هذا هو الطعام نديرو حنا فيه على راسنا هكا يجي. نزيد نغلق عليه لاكوكوط باش يطيب مليح، ونروح نخدم الطعام تاعي عادي بطريقة سهلة ونفورو. هنا نوجد الطعام تاعي بطريقة عادية، شريت هذا كسكس ألجيريان كسكس فان، هذا من عند البوشي بالنسبة للمغتربات اللي يحبو يشرو بقاو عند البوشي، رقيق. ندير كمية 600 غرام هكا، منديش كامل الباكي كيلو، ندير 600 غرام هكا كفي. هنا نشمخو ما بارد، ما نشلوش باسكو ديجا تاع الزينات ما يكونش موسخ، نشمخو برك هكذا ونخليه يزيد ينشف. نشمخو برك ونخليه ينشف. هنا نحلو بشوية زيت هكذا، ونسيني ندخل كامل هذيك الزيت فيه،
نجيب الكسكاش وندير تاع الفور. هنا بعد لي طابت الحميصه واللحم نزيد الكورجات، اللي عنده اللفت يقدر يزيد تاني اللفت. انا عندي ندير الكورجات اليوم كميه اللي حبيتوها، راح ندير 3 حبات برك تاع الكورجات هكا، ونعاود نخلي الكورجات تاعي طيب. بيان سور الا شتوها مسوسه زيدوا لها الملح، ولا تقدروا تزيدوا تمرقوا شويه وتخلوا كلش يطيب هاك. ومن جهه الطعام تاعي راه يفور، هذه التفويره الاولى، نزيد له ابخي تفويره ثانيه نشمخو ونفورو لا دوزيام فوا، ومن بعد نزيد نفورو تحت المرقه هذه اللي طيبتها نديرها هنايا ونخليه يفور التفويره الاخرى. هادو هما لي زيتار، ومن بعد نشوفوه في طبق التقديم ان شاء الله. هنا التفوار دوزيام راح نزيد ندير له شويه ما هكذا، ونزيد شويه ماشي بزاف، ونزيد نخلطو هكذا ونعاود نرجعو يتفور. ايبا نسيت الملح، نسيت الملح، نديرو الملح بيان سور، نزيد شويه نذوبو في الماء ونديرو، ولا ديريكتومون لي حب. هذا هو طعامنا تاع اليوم بالمرقه البيضاء، اش رايكم عجبكم ونال رضاكم؟ في الاخير نقولكم شهيه طيبه، ما تنساونيش ديرو كومونتير وبارطاج الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. هذه هي المريقه تاعو. Moi, je veux manger la soupe. Bye.